بيّنت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل وضمن تقرير إحصائي حول أداء وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس أنه تم مناقشة عدد من التشريعات والاقتراحات بقوانين والتي تعنى بشكل مباشر بدعم المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة ابتسام الدلال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى. بعد التحية، ما هي أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي دكتورة؟ أهلا وسهلا. بالنسبة إلى دور الانعقاد الثاني السابق، اللجنة ناقشت 27 تقرير أصلي، كان هذا خلال 26 اجتماع للجنة. نعم. صار عندنا 13 مشروع بقانون، بالإضافة كان عندنا 7 اقتراحات بقوانين بصفة أصلية، وكذلك 7 قرارات لمجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى. نعم. إلا أنه أهم القوانين التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الخامس كان هو مشروع قانون الاستفادة من المبالغ الموجودة في صندوق التعطل. طبعا هذا كان له أهمية بالغة لأنه استهدف تعزيز قدرة أصحاب الأعمال لاستيفاء التزاماتهم وقدرتهم أيضا على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية، وهذه طبعا نتجت عن الجائحة العالمية لفيروس كورونا. نعم. وكان ذلك طبعا من خلال دفع رواتب البحرينية العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو من هذا العام، وبذلك تأخذ اللجنة طبعا على عاتقها دعم المواطنين والارتقاء كما ذكرتم بالخدمات المقدمة وحمايتهم من خطر التعطل. أيضا هناك كان على يعني رأس المواضيع التي نوقشت خلال الفصل التشريعي أو خلال دور الانعقاد الثاني هو موضوع الاقتراح بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية. نعم. وهنا أحب أن أؤكد على هذا الموضوع لأنه التبرع بالأعضاء طبعا هو عمل إنساني عظيم ينقذ أرواح كثير يعني مهددين بالموت. وبالنسبة إلى زراعة الأعضاء هناك إشكالية اجتماعية الحقيقة لا زالت غير يعني غير الفكرة غير ناضجة لدى الكثيرين في المجتمع. نعم. انه شلون احنا يعني ننقل الأعضاء من المتوفين دماغيا، لانه الناس كثير ما يفرقون بين الغيبوبة والموت الدماغي. الغيبوبة هي إمكانية عودة المريض إلى الوعي مرة أخرى بعد الإصابة بالإغماء، وهي لها مراحل ودرجات مختلفة. نعم دكتورة، هذا يعني هذا سوف يعني سوف هذا المشروع أو مشروع قانون أو هذا المقترح سوف يعرض في مجلس الشورى خلال الدور الانعقاد القادم إن شاء الله. هذا عرض. عرض، تم عرضه. هذا عرض. نعم. وطبعا أنا هنا أحب أن أوضح أن الموت الدماغي هو عبارة عن تلف المراكز الحيوية اللي هي التنفس والدورة الدموية، وهذه غير قابلة للرجوع. نعم. وبذلك يعد المريض طبعا متوفي في نظر العلم وفي نظر الشرع. نعم. وعشان احنا نتحقق من الموت الدماغي لابد من اجراء استقصاءات سريريه متكرره، ويعني تعريض الدماغ الى الاشعاع النووي والى اخره من الفحوص، ثم يتم تقرير انه هذا الشخص متوفي دماغيا، لانه بين الوفاه الدماغيه ونقل الاعضاء هناك فرصه يعني هناك فتره بسيطه جدا يعني لا يجب أن لا تزيد عن 24 ساعة بالنسبة إلى نقل الرئة وبعض الأعضاء الأخرى. نعم سعادة الدكتورة. نعم سعادة الدكتورة ابتسام الدلال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.